هنا على مستوى مركز التصويت بالعناصر بالعاصمة، الساعة تشير للثامنة صباحاً. افتتاح مكاتب المركز كان وسط شروط تنظيمية وإجراءات صحية، كل شيء تم تجهيزه لاستقبال الناخبين المسجلين. البداية كانت عادية جداً، استدار التحق المؤطرين بالمكاتب قبل الثامنة صباحاً وجميع الإمكانيات متوفرة، استدار المواد التعقيم إلى جميع الوسائل المستعملة في العملية الانتخابية، يعني الحالة عادية جداً، وإن شاء الله يكون عدد استدار الناخبين أكثر إن شاء الله. على مستوى المركز هذا العناصر الشمالية عدد المسجلين 3196 ناخب. الاستفتاء على تعديل الدستور يأتي في ظرف صحي حذر تعيشه الجزائر بسبب انتشار كوفيد-19. هذا الظرف استدعى تخصيص بروتوكول صحي تم تطبيقه على مختلف مراكز الاقتراع. البروتوكول الصحي يعني يبدأ أسبوع من قبل مع السلطات البلدية من توفير المعقمات، لينجات، كل ما يخص التعقيمات، ويبدأ المنتخب اللي ينتخب يبدأ من أو من الباب، دونك الحرارة قياس حرارة لو تابي يطلع بإشارات ويروح للمكتب تاعو. مواطنون اختاروا الفترة الصباحية للإدلاء بأصواتهم وسط ارتياحهم للعملية التنظيمية، أملهم الوحيد تحقيق التغيير نحو جزائر جديدة. يعني كانوا موفرين كاع الشروط تاع الصحية، جزنا ديزانفيكتي وين نجوزو الرجلين ودار قاسونا الحرارة، لازم كاع الناس يروحوا يفوطيو، لازم واحد يقدم الصوت تاعو، مليح ولا ماشي مليح لازم يقدم الصوت تاعو، التغيير وحالة أفضل للجميع إن شاء الله. الاستفتاء على التعديل الدستوري ينطلق وسط إجراءات تنظيمية وشروط صحية، شروط من شأنها الحفاظ على سلامة الناخبين من دخولهم لمركز الاقتراع حتى نهاية التصويت.